فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه في السنن قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ورد في حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن أو الحسين بشاه، والحديث صحيح عند من يصححه، لأن هناك من يرى الضعف، لأن الوارد شاتان. ومن ثم فإن السنة أن يعق عن الغلام بشاتين، لكن بناء على الرواية الأخرى إن لم يجد إلا شاة واحدة لعسره، هنا يعق بداية الحديث الآخر، خصوصا إذا لم يعتبر أنه شاذ.